تسألوني مالي لا تسألون اسألوا اسألوا كالديرون اسألوا الأرجنتيني الله على العلي إلى لازور يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الشواهير سيطرة وصلت في الجهة اليسرى عن طريق نذير بلحاج أمامية ممتازة ناحية واغنر استلام يا ساتر عبد الكريم العلي يلعب الكرة العرضية ممتازة لعبد الله المري لدينا استلام من المري يبحث يلعبها العالية خطيرة الله خلاص من حبكم لرابع أهداف السالية تيمور خوليكوف لرابع أهداف السالية بركلة جزاء تيمور 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 يسجل ثاني أهدافه ورابع أهداف السالية الملعب عن طريق واغنر أمامية للحرازي في الجهة اليمنى يوقف على كورته يعيدها خذوا هات ممتازة في الجهة اليمنى الله يا حلو السالية يا جمال السالية يا روعة السالية الخام من أول المباراة إن النتيجة 5-1 وهو قطراوي قال لي 5-1 للسلية ما أدري يصدف ويصدق توقعه هنا بابا توندي يسجل هدف لمصلحة نادي قطر إيه والله طرش لي